شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الأشياء التي نحتاج إليها نحن طلاب العلوم الدينية علو الهمة، علو الهمة له مناشئ ينشأ منها، وله نتائج تترتب عليها. من جملة المناشئ التي ينشأ منها علو الهمة كبر النفس، ومن جملة المناشئ التي ينشأ منها عدم علو الهمة هو صغر النفس. في حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية. كما أنه الأوعية المادية تختلف صغرا وكبرا، هنالك إناء يأخذ لتر من الماء، وهنالك إناء يأخذ ويستوعب ملايين اللترات. كذلك القلوب تختلف، هنالك قلوب صغيرة تقنع بالصغير، وهنالك قلوب كبيرة لا تقنع إلا بالكبير. في دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر فقط علو الهمة، وإنما الإمام يقول في هذا الدعاء: ومن الهمم أعلاها.
يعني هنالك همة متواضعة وهنالك همة عالية. الإمام يطلب ومن الهمم أعلاها. وفي دعاء كميل الذي نقرأه إن شاء الله في ليالي الجمع: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، يعني في الرعيل الأول، وأخصهم منزلة منك، وأقربهم زلفة لديك. هذا النوع من الطموح ومن التطلع هذا ينشأ من كبر النفس. هنالك قضية مذكورة في التاريخ، هذه القضية مذكورة في الكتب التاريخية أو الكتب الروائية. كان هنالك حاكم يقال له حمويه. في يوم من الأيام كان يمشي وإذا به يرى فقير. مجمل القضية، فطلب الفقير، قال جيبوه. جيء بهذا الفقير إلى قصر الحاكم فقال لحاشيته: أنا عندي قضية مع هذا الفقير، أنا في أيام شبابي كنت في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، وهذا الرجل الفقير كان بجنبي، وكان يطلب من الإمام مركوبا، فأنا الآن شفته وتذكرته فأحببت أن يكون إجابة دعائه وطلبه على يدي. شنو أكو من أنواع المركوب؟ أعطوه أنواع المركوبات اللي كانت في ذلك الزمان، مثل الخيل والبغال وما أشبه ذلك. فكل أنواع المركوب أعطوه. بعدين قال: بيني وبينه شيء. أنا عندما هذا الرجل كان يطلب المركوب، أنا في ذلك الوقت كنت فقيرا وعلي ثياب بالية، كنت بجنبه، وكنت في ذلك الوقت اللي هذا كان يطلب المركوب كنت أطلب من الإمام الرضا الملك. فهذا شاف واحد يمه نظر إليه، رجل تبدو عليه معالم الفقر، ثيابه بالية، وهو يطلب الملك، فضربني برجله وقال لي: مثلك يطمع في الملك، أنت تطمع في الملك، فماذا تقولون؟ قالوا: أيها الأمير، أنعمت عليه فاعف عنه. قال: عفوت عنه. واحد يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه وهمته المركوب، نفسه هذه حدودها، وواحد يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب الملك،
هذه نفسيته. وواحد آخر يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه لا يطلب هذا الملك المادي المؤقت الفاني، اليوم أحد الخطباء كنا في مكان كان يقول أكو هنالك حديث عن الإمام الحسين صلوات الله عليه، رجل مضمون الحديث قال للإمام أنه مضمون الكلام أنه ليش تخرج إلى الكوفة وأهل الكوفة كذا وكذا، فالإمام أشار إلى فوق وإذا به يرى الملائكة. الإمام قال له هؤلاء الملائكة كلهم تحت إمرتي وأنا أتمكن أن أنتصر بهم على الأعداء، ولكن لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لولا هذا أنا كنت أستعين بهؤلاء الملائكة. فكان يقول أنه شنو معنى تقارب الأشياء. بعدين هو هذا الخطيب نقل عن السيد القمي حفظه الله، السيد تقي القمي، قال هكذا فسر هذه العبارة، طبعا بكلماتي الآن مو نص الكلمات، أشياء الدنيا كلها متقاربة، شبابها وشيخوختها متقاربة. واحد قبل يومين كان شاب، بعد كم يوم وإذا به ترون لحيته بيضاء، هو هذا تحولت لحيته كلها إلى لحية بيضاء. الولادة والموت متقاربة، واحد اليوم يولد بعد كم يوم يشوفون صورته. حقيقة أحيانا واحد يمشي ويشوف صورة واحد عجيب، هذا إلى قبل أسبوع كان، إلى قبل شهر كان، راح. فتقارب الأشياء، الشباب والشيخوخ، الولادة والموت، أشياء الدنيا كلها متقاربة، يعني الدنيا فانية، الدنيا تنتهي. لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لكنت أستعين بهؤلاء الملائكة. إذا الدنيا كانت دنيا مخلدة باقية، خوب كان واحد يتوسل بالعوامل الغيبية، ولكن لمدة 10 أعوام، 5 أعوام، 20 عام واحد لا يتوسل بالعوامل الغيبية غير الطبيعية لهذه الأشياء الفانية. شفت تفسير لطيف. فكان كلامنا واحد يطلب هذا الملك الفاني الذي ينتهي، وواحد يطلب الملك الذي لا ينتهي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه النفوس التي تختلف صغرا وكبرا، والهمم التي تختلف. أكو هنالك بعض الأفراد يقنعون بالقليل، القناعة بالقليل في الأشياء الدنيوية مطلوبة، واحد يقنع بأقل القليل، ولكن في الأشياء المعنوية واحد يجب أن يلاحظ ما ذكره الإمام السجاد، ومن الهمم أعلاها. يعني واحد في حقل الاجتهاد ينبغي أن يهتم أن يكون أفضل المجتهدين من البداية، يبني أمره على ذلك. قال على ما بنيت أمرك، يبني على ذلك.
من البداية عندما يدخل، أكو بعض الناس من البداية عندما يدخل في طلب العلم يريد أن يكون طالبا من الطلبة المتواضعين، وواحد من البداية يريد أن يكون أفضل المجتهدين. البناء يختلف، وباختلاف البناء يختلف عمل الفرد. في الخطبة واحد يقنع بأنه يدير منبرا يحضره عشرة، وواحد من البداية عندما يبدأ المنبر يحاول أن يكون أفضل الخطباء. هذا البناء النفسي يختلف. واحد عندما يبدأ بالتأليف مرة يحاول أن يكون مؤلفا عاديا، ومرة يحاول أن يكون صاحب الجواهر وأن يكون الشيخ الأعظم وأن يكون الشيخ الطوسي. أحد المؤلفين كاتب كتاب في كتابه أن صاحب الجواهر معجزة. صاحب الجواهر في مقدمة الجواهر على ما ببالي يقول: بدأت بهذا الكتاب بهمة دونها العيوق منزلة. عيوق إحدى النجوم أو الأبراج. العيوق دون همتي، بهمة دونها العيوق منزلة وساعد ليس تثنيه الملمات. حتى إذا ابن مات أيضا يكتب الجواهر المشاكل التي تعرض. هذا على ما ببالي في مقدمة الجواهر. لاحظ، واحد يحاول أن يكون صاحب الجواهر، يحاول أن يكون الشيخ الطوسي اللي لعله لا نظير له في تاريخنا بذلك الشكل، واحد يحاول أن يكون الشيخ الأعظم، واحد يحاول أن يكون مؤلف البحار رحمة الله عليه، من البداية يبني أمره على ذلك. هذا إحدى المناشئ التي ينشأ منها علو الهمة، كبر النفس وصغر النفس. أكو هنالك قضية أخرى ما أذكر تفصيلها، معروفة الخطباء أم ينقلونها، أن ذلك الرجل الذي أكرم النبي صلى الله عليه وآله في الطائف جاء إلى النبي وقال: أنا الذي أكرمتك. النبي صلى الله عليه وآله قال: ماذا تريد؟ قال: 200 شاة برعاتها. النبي قال: أعطوا أو أعطى. ثم قال: هل لا سأل سؤال عجوز بني إسرائيل عندما موسى طلب منها أن تدله على قبر يوسف؟ قالت: لا إلا بحكمي. شلون عجوزة حقيقة. قال: لك الجنة. موسى قال لها، قالت: لا إلا بحكمي. يعني حتى لم تقنع بالجنة. الله قال له: ما يخالف. قال: وماذا تحكمين؟ قالت: أن أكون معك في درجتك في الجنة. هذا على ما ببالي في فروع الكافي هاي الرواية مذكور. بعض الخطباء يذكرون أنها طلبت 3 طلبات، لكن هذا اللي في فروع الكافي على ما ببالي فقط هذا الطلب: أن أكون معك في درجتك في الجنة. هذا بحث في المنشأ الذي ينشأ منه علو الهمة. هنالك بحث آخر في النتائج. إحدى النتائج المهمة التي تترتب على علو الهمة هي
هي أن الله سبحانه وتعالى جعل القوى المادية التي يملكها الإنسان تحت إمرة النفس وحالات النفس تؤثر في الطاقة المادية، وهذا شيء عجيب. يعني الطاقة المعنوية تؤثر في القدرة المادية، القدرة المادية ما إلها حقيقة مطلقة. يعني شنو طاقة هذا البدن؟ هذا السؤال ما إلى جواب. طاقة هذا البدن منوطة بالقدرة الروحية للفرد. فد مثال واضح نجيب لكم. أنتوا الليلة صمموا تنامون ساعة 12، ساعة 11 تشعرون بالتعب شوية شوية، واحد يشعر بالنعاس. أما في ليالي القادر اللي أنتوا تصممون على أن تسهروا إلى الصباح، إيش وقت تشعرون بالتعب؟ ساعة قبل الأذان. شنو الفرق؟ الطاقة المعنوية تعطيكم طاقة مادية. لذلك واحد في أوقات غير طبيعية يشعر بطاقة غير طبيعية. ما أعلم هذا الشيء ملاحظي له لا، أنا لاحظت هذا الشيء في حريق منى. عندما صار الحريق في منى قبل ما أدري 25 عام 28 عام هالحدود، المهم إحنا كنا هناك ورأينا خيمتنا تحترق. الناس اللي بصعوبة كانوا يمشون خطوة، الناس اللي كان فيهم مرض القلب اللي ما كانوا يتمكنون يصعدون من سلم، وإذا بهم يصعدون هذا الجبل المرتفع بكل قوة. هذا الشيخ الكبير أو الشيخ الكبيرة منين أجت هاي الطاقة؟ هاي مو طاقة مادية، هذه طاقة معنوية. وإحنا مصعدنا في من صعد فوق الجبل، فوق الجبل شفنا خيمتنا دا تحترق. الفرد هذا في الرواية أكو هذا الموضوع، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. هذه الرواية في البحار مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. واحد عندما نيته تكون قوية بدنه أيضا يكون قوية. فعندما واحد يفكر أن يألف موسوعة كالجواهر في 30 عام 35 عام، الله يعطيه الطاقة البدنية، يعني يقعد 10 ساعات وما يتعب. بينما فرد ثاني بمستوى هذا الرجل نصف ساعة يقعد ويتعب. القضايا مو مربوطة بالبدن قوة وضعفة، يعني مو هذه كل القضية، وإنما ترتبط بالقوة الروحية. ما ضعف بدن عما قويت عليه نية. هذه إحدى المطالب المهمة التي ينبغي علينا نحن طلاب العلوم الدينية أن نبني عليها أمرنا في جميع المجالات، في المجالات العلمية، لأن إحنا حركتنا مو ذات بعد واحد، ذات أبعاد متعددة، حركة علمية، حركة عملية، حركة اجتماعية، حركة روحية.
هذه الهمة تعطيه طاقة متفوقة على التقدم في جميع هذه المجالات. هذا شيء. الشيء الثاني الذي نحتاج إليه ونبتلى به كل واحد بشكل من الأشكال، هو أنه واحد ينبغي أن يتحدى جميع المتاعب والمشاكل. طلاب العلم أمامهم مشاكل، يمكن هذا المطلب مرة ذكرته، إحنا نظن أن الأفراد العظماء ما كانت عندهم مشاكل في حياتهم. حياة العظماء مليئة بالمشاكل، ولكن مو شرط أن المشاكل تكون من نوع واحد، المشاكل لها أنواع. مرة واحد يعاني من مرض مقعد، هذه مشكلة. مرة واحد يعاني من ذاكرته، الذاكرة تكون ضعيفة. مرة واحد يعاني من الفقر والفاقر. مرة واحد يعاني من المشاكل الاجتماعية. مرة واحد يعاني من المشاكل العائلية، مبتلى بزوجة لا تعينه بل دائما تعرقل حركته. احنا نتصور ان العظماء ما كانت لهم مشاكل في حياتهم. العظماء كانت لهم هذه المشاكل. دنيا بلا مشاكل الله ما خالقها. الله تعالى يقول إني جعلت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. الله لم يخلق الراحة في هذه الدنيا. فواحد من البداية ينبغي أن يوطن نفسه على هذه الحقيقة، أن الدنيا مليئة بالمشكلات ذات الأبعاد المتعددة والألوان المختلفة، وأن الآخرين في وسط هذه المشكلات تقدموا. كان أحد العلماء في النجف الأشرف يقال له الشيخ حسين الحلي، هذا من كبار الفقهاء وإن لم يكن مشهورا، ومن كبار المحققين، محقق قوي، وتلاميذ إلى الآن موجودين بعضهم، تلاميذ من المجتهدين والمحققين. يقول أحد العلماء، لاحظوا هذه القضية، حتى إحنا لا نفكر فلان مشكلة، مع هذه المشكلة أنا شلون أتقدم؟ واحد هالشكل يفكر، هكذا يلقن نفسه. يقول أعطاني أحد الأفراد 5 دنانير، 5 دنانير، قال هذه اذهب وأعطها للشيخ الحلي. يقول أنا مرحت، دخلت عليه في غرفته فرأيت أن غرفته مظلمة. ليش؟ لأن غرفته كانت غرفة قديمة بالية، منفذ للنور ما فيها. في هذه الغرفة الشيخ الحلي توصل إلى تحقيقاته الدقيقة، وتيار الكهرباء مقطوع عنه، ومخلي فد مصباح زيتي ضعيف
وأمامه قصاصات ويطالع على ضوئها بصعوبة. وهو الشيخ الحلي أيضا كانت له عين واحدة، وهذا مفخرة له أنه واحد يتمكن أن يتحدى المعوقات. الشيخ الأنصاري ينقل في أحواله أنه ما كان يبصر بإحدى عينيه، ما كان يشوف، ربما من الناحية الظاهرية العين تكون طبيعية لكن ما يشوف فيها، والعين الثانية كما ينقل نصف رؤية كان عنده. يعني هذا الشيخ الأنصاري اللي 200 عام محور الحوزات العلمية بربع عين كان يقوم بتحقيقات، بعين واحدة في غرفة قديمة مظلمة، التيار الكهربائي منقطع، وقاعد يطالع في قصاصات. يقول فدخلت وسلمت عليه، قلت له شنو هاي القصاصات؟ قال هاي مطالب كاتب عليها بعض المباحث العلمية، ما كان عندي أموال أشتري بها دفاتر وأوراق، فلاقي قصاصات منا ومنا وكاتب بيها. في الملا صالح المازندراني أيضا كاتبين أنه ما كان عنده مال فكان يكتب على أوراق الشجر، أوراق العنب كان يأخذها ويكتب عليها. هذا اللي بعدين تحول إلى فخر المدققين، الملا صالح المازندراني. هذا فلوس ما كان عنده، يشتري ورقة. قلت لك كهرباء ليش ماكو؟ قال أنا 3 أشهر متخلف عن دفع أموال الكهرباء، كل شهر ربع دينار 3/4 دينار، والدولة قطعت عن الكهرباء ما عندي. فيقول قلت له أن فلان أهدى لك هذا المبلغ 5 دنانير، ففرح فرحا كبيرا وقام لبس ملابسه وقال أنا الآن أروح إلى إدارة الكهرباء وأدفع المال. قلت له أنا أروح بدلك؟ قال لا أنا أروح. هاي القصة ينقلها واحد من تلاميذه، فيقول أنا مرحت وياه ودفعنا 3/4 الدينار وأعيد الكهرباء. في هذه الغرف المظلمة مع ذلك الفقر الشديد مع تلك الابتلاءات الشديدة حققوا ما حققوا. الله تعالى يقول إني جعلت العلم في الجوع والغربة. إذا فرد مهيئ أموره من جميع الجهات ما يتقدم عادة. قال دع الماء، هذا يقال أمض شعر قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. شنو الداعي واحد يتحرى؟ والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة حول الثالث بين نثيله ومعتلفه. الحقيقة واحد عندما يراجع تاريخ علمائنا حقيقة يخجل من نفسه، وإحنا نتوقع يوم القيامة نكون في صدر الجنة مثلهم، مع ذلك العناء وذلك التعب وتلك المشاكل وتلك المشاق. الشيخ محمد تقي البروجردي رحمة الله عليه، هذا ذاكرين في أحواله أنه ما كان عنده لقمة عشاء أو غداء، فكان يدور يضع العباءة على رأسه ويدور في أسواق النجف حتى واحد لا يعرفه، ويجمع أوراق الخس ويغسلها ويأكلها. هالشكل كانوا يعانون. إحنا نتوقع أن نكون مثل هؤلاء بالجنة. الحقيقة واحد يجب أن يبني على أن يتحمل جميع المشكلات.
لله سبحانه وتعالى. الجد رحمة الله عليه عندما بدأ معه كثيرون من الطلاب، على أثر المشاكل وعلى أثر الفقر أكثرهم أو كثير منهم تراجعوا. الجد رحمه الله من البداية كان مصمم على أن يستمر مهما كان الثمن، وتحمل ذلك الفقر الشديد، والآن إن شاء الله دا يشوف نتائج تلك المعاناة. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى الهمة عالية. النقطة الثانية تحمل المشاكل والمشاق، يعني يبني واحد، البناء جدا مؤثر. عندما واحد يبني على شيء بعد ما يصدم، مثل أنتوا عندما تعلمون من البداية أن الطفل هذه طبيعته الشيطنة والإيذاء في البيت، واحد يتحمل في حدود طبعا، ولكن إذا واحد لم يبني ما يتحمل. البناء جدا مهم. النقطة الثالثة والأخيرة، هذه كلها عوامل ظاهرية وهنالك عوامل واقعية وهي المهمة، وهذه العوامل الواقعية الارتباط بالله، التقوى، عدم الذنب، التوسل بأولياء الله، هذه عوامل مهمة في نجاح الإنسان وفي توفيق الإنسان. بدأنا حديثنا بذكر قضية تتعلق بالإمام الرضا صلوات الله عليه، ونختم حديثنا أيضا بقضية تتعلق بالإمام الرضا صلوات الله عليه، وأنه اللجوء إلى أولياء الله وإلى القضايا المعنوية شنو آثاره. هذه القضية تبين أثرا من تلك الآثار. نقل لي أحد العلماء يقول: أنا في أيام شبابي وبداية بدايات طلبي للعلم ابتليت بمشكلات فكرية. المشكلات أحيانا تكون مشكلات مادية، وأحيانا تكون مشكلات فكرية، مشكلات داخلية. المشكلات الداخلية، المشكلات الفكرية أحيانا يكون أثرها على النفس أكثر من المشكلات الخارجية. يقول صارت عندي بلبلة فكرية، مثل تلك البلبلة الفكرية التي أصيب بها الشيخ مهدي الأصفهاني في شبابه، وبعدين توسل بالإمام الحجة صلوات الله عليه، وذهب إلى مسجد السهلة مرارا حتى حلت تلك المشكلة. يقول أنا كلش كنت متأثر. أحيانا واحد يوقع في خط فكري انحرافي يدمر آخرته والعياذ بالله. فد مرة واحد يوقع في خط من الخطوط الانحرافية والعياذ بالله، هذا جدا واحد يجب أن يواظب، كما وقع الكثيرون. فيقول أنا كلش كنت متأثر وكلش كنت خايف،
وكلما ذهبت إلى فلان وفلان لحل هذه المشكلات الفكرية ما تمكنت، ما تمكنت. يقول بعدين فكرت أن ألجأ إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول رحت إلى حرم الإمام الرضا، هو ما كان في مشهد، كان في مكان آخر، وتوسلت بالإمام. على كل حال أنا ابتليت بهذه المشكلات الفكرية ولم أجد لها حلا، وإنتوا الملاذ الأخير، إنتوا إذا ما تنقذوني أنا رايح. يقول توسلت وتوسلت وألححت. يقول في يوم من الأيام شفت في عالم الرؤيا أن الإمام الرضا صلوات الله عليه داخل الضريح. هذا عالم الرؤيا مو عالم اليقظة. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا في الضريح، ولكن أنا ما أشوف وجههم، فقط أشوف البدن، ولكن ألهمت في عالم الرؤيا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وهذا هو الإمام الرضا. يقول وإذا بإصبع تخرج من الضريح اللي ألهمت أنها إصبع الإمام الرضا، وأشارت إلي إلى مكان هالشكل. يقول أنا في عالم الرؤيا باوعد ذلك المكان، وإذا به قبر واحد من العلماء. في عالم الرؤيا مشيت إلى قبر ذلك العالم، العالم ميت في ذلك الوقت في وقت الرؤيا، فشفت أن العالم قاعد على قبره، يعني قبر نفسه، هو قاعد فوق القبر وماخذ قرآن ودا يقرأ في القرآن ولابس نظارة بشكل معين، يعني باللون معين بهيئة معينة، وقباءته بلون معين وعباءته بلون معين، وهو قاعد دا يقرأ القرآن. يقول أنا أجيت، هذا كله في عالم الرؤيا، أجيت وضعت يدي على كتفه هالشكل، هو مو كان يقرأ فهكذا أخذ ينظر إلي. في هاي الأثناء إجا واحد قومني من النوم. أنا الآن اللي وصلت إلى بيت القصيد، الآن لازم أسأل هذا العالم في عالم الرؤيا، قوموني من النوم. فجدا تأثرت. يقول نمت مرة ثانية، بل كان أشوف بقية الرؤيا، راحت الرؤيا. يقول أنا قمت إجيت إلى الحرم، قلت أيها الإمام الرضا أنا توسلت بكم مدة وحولتوني ولكن ما وصلت إلى النتيجة. هو كان يذكر المشكلات الفكرية اللي ابتلي بها، ماكو داعي لذكرها الآن، شبهات ابتلي بها. فيقول في حالة التوسل فد مرة اجى هذا المطلب في ذهني، خل اروح الى قبر ذاك العالم اللي حولت عليه في المنام. هاي كلها القاءات. يقول اجيت الى قبر ذاك العالم، واذا بي اشوف ابن ذاك العالم قاعد على قبر ذاك العالم دا يقرأ القرآن بنفس لون العباءة اللي شفتها لوالده في عالم الرؤيا، ونفس القباءة ونفس النظارة، قاعد دا يقرأ القرآن. فقلت هذا هو حوالة الإمام الرضا.
يقول اجيت يمه فوضعت يدي على كتفه، فيقول هو هكذا نظر الي كما نظر الي والده في المنام نفس الشيء. قال تفضل. قلت له في الواقع انت حوالة الإمام الرضا، الإمام الرضا صلوات الله عليه حولني عليك، وأنا أريد تحل هاي المشكلة. وقلت له المشكلة، يقول هو شوية فكر بعدين قال أنا أرى أن تفعل ثلاثة أشياء. يقول قال ثلاثة أشياء عجيبة، هذا العالم كان يقول، وما أكو بيها أي ارتباط بين مشكلتي وبين الأشياء الثلاثة التي قالها، ولكن باعتبار أنا، هو يقول، أعلم أن الله مو قائل بالربط بين الأشياء، الله النار يجعلها سببا لارتجاف إبراهيم، الله مو قائل بالربط، الربط هذه قوانين. قال الشيء الأول، كل يوم بعد صلاة الصبح ضع يدك اليمنى على قلبك وقل يا فتاح 70 مرة. وهذا من المجربات، أنا مجرب هذا الشيء في المشكلات ورأيت منها عجائب، جربوها مو للتجربة. فتاح، الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب المغلقة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هاي لفتة جدا لطيفة اللي قايلها، كل يوم تعال بمقدار ما تتمكن إلى حرم الإمام الرضا. هسه إحنا إذا ما تمكننا أن نذهب إلى هناك، السيدة المعصومة موجودة هنا، أخت الإمام الرضا صلوات الله عليه، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. كثير منا جدا مقصرين في حق السيدة المعصومة، وفي الواقع مقصرين في حق أنفسنا. كل يوم تعال بمقدار الإمكان إلى حرم الإمام الرضا وانظر إلى الضريح متوقعا الفرج، مثل واحد منتظر فد واحد يدخل من الباب، شلون حالة انتظار عنده بهذه الحالة، حتى عينك لا تغلقها، يعني هالشكل بمقدار الإمكان انظر كأنه الآن في هذه الثانية الفرج يأتي والحل يأتي. أكو في الحديث إذا دعوت فظن حاجتك بالباب، هالشكل واحد يدعو بهذا الأمل وبهذا الرجاء. هذا الشيء. الشيء الثالث، ما دمت في مشهد اقرأ القرآن، اقرأ 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 بمقدار الإمكان. هسه فد مكان افتهمته جيد، فد مكان ما افتهمته ما يخالف، هو قراءة القرآن فيها بركة. اكو بعض الأفراد يقولون القراءة ما إلها أهمية، لا، هي القراءة مهمة، اقرأ بمقدار الإمكان. يقول أنا خو ما افتهمت الرابط بين هذه المقدمات وتلك النتيجة المطلوبة، ولكن هذه حوالة الإمام الرضا. يقول فعلت الأشياء الثلاثة في كل يوم، كنت أقول يا فتاح 70 مرة على النحو المذكور. الشيء الثاني أنه كنت كل يوم أجي لحرم الإمام الرضا صلوات الله عليه بهذه الحالة، حالة الانتظار وحالة الترقب. الشيء الثالث بدأت أقرأ القرآن.
يقول قرأت الختمة الأولى من القرآن، الآن ما أتذكر قال الختمة الثانية أو الختمة الثالثة، أظن قال الختمة الثالثة. الختمة الأولى ختمتها لم يحصل شيء، الختمة الثانية يمكن قال ختمتها لم يحصل شيء، يمكن قال الختمة الثالثة بمجرد ما بدأت بقراءة القرآن وإذا بآفاق من الحقائق تفتح علي. يقول أنا أقرأ الآية، هاي الآية يمكن 50 مرة قبل قارئها، ولكن هاي المرة عندما أقرأ هذه الآية، هو كان يقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وإذا بي أشوف أفق من آفاق المعرفة فتح عليه. عجيب، هاي الآية اللي فطاح للعلماء ما تمكنوا أن يحلوا تلك الشبهة اللي عندي، هاي الكلمة حلت تلك الشبهة. الآية اللي بعدها عجيب، هاي الآية القرآن حقيقة عجيب من الناحية الأدبية، عجيب حقيقة. إذا واحد له ذوق بلاغي حقيقة يصعق ببلاغة القرآن. الآفاق الفكرية الموجودة في القرآن. الآية الثانية عجيب، هاي حل تلك المشكلة الثانية. الآية الثالثة عجيب، هاي حل تلك المشكلة الثالثة. وإذا بتلك المشكلات الفكرية كلها تحل ولم يبق منها ولا مشكلة واحدة. هاي القضية في أيام شبابه، عندما نقل لنا هذه القضية ربما كانت ماضية على تلك المشكلة وذلك الحال يمكن 30 عام 40 عام الفاصلة، يعني هاي القضية اتفقت. وأنا شايف هذا الرجل المهم، هذا العالم، أشياء يقول عجيبة، يعني مثلا آية يشرحها شرحا، وإذا به واحد يشوف فد مطلب عجيب دا يقول اللي مو موجود في أي تفسير من التفاسير، يقول هذا اللي يخطر في البال، مطلب مو يعني خلاف القواعد وخلاف الأصول، لا، فد مطلب جديد اللي مو مسموع. أنا كرارا شايفه وكرارا قاعد ويا فد أشياء عجيبة يقول، اللي واحد يذهل من هذه الاستنباطات الدقيقة اللي هذه كلها قاعدة من تلك العناية الرضوية. احنا ينبغي علينا في مسيرتنا العلمية والعملية والروحية أن نهتم بهذه الأشياء الثلاثة. الشيء الأول أن تكون الهمة همة عالية، المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحه. القضية الثانية أنه واحد من البداية يوطن نفسه على أن يتحمل جميع المشكلات. أصلاً بهذا التوطين حتى وقع المشكلات يكون أخف على نفسه، لأنه إذا واحد متوقع مشكلة ما يتأثر كثير، أما إذا واحد ما متوقع مشكلة هذه المشكلة تضغط قلبه. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث، في كل الأحوال أن لا ننسى أن هنالك بعداً غيبيا، وهذا البعد الغيبي لا ينال بهذه الأسباب المادية. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.